الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، نشرة جديدة من القاهرة الإخبارية. أهلا بكم وأهلا بك همام. شكرا للاس ومرحبا بحضراتكم، وهذه أبرز العناوين. 63 شهيدا في 7 مجازر للاحتلال في قطاع غزة خلال 24 ساعة. الصليب الأحمر يؤكد أن الوضع الصحي في قطاع غزة على شفا الانهيار، وأن أزمة الغذاء تتصاعد بشكل شديد الخطورة. وفي اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية الروسية، نسبة التصويت تقارب 60% عند منتصف اليوم وفقا للإحصاءات الرسمية. نستهل هذه النشرة إذن بآخر تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. شهداء، قصف، دمار، جوع، فيش أكل. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي 7 مجازر في قطاع غزة أسفرت عن سقوط 63 شهيدا و112 مصابا خلال الساعات 24 الماضية. وفي بيان لها أكدت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 31,553 شهيدا، إضافة إلى 73,546 مصابا منذ 7 من أكتوبر الماضي. استشهد نحو 43 فلسطيني وأصيب آخرون جراء تنفيذ جيش الاحتلال قصفاً استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما استشهد شخصان إثر قصف الاحتلال مركبة مدنية في مدينة الزهراء وسط القطاع. وجنوب القطاع أيضاً استشهد فلسطينيان وأصيب 3 آخرون جراء استهداف جيش الاحتلال منطقة خربة العدس شمال مدينة رفح الفلسطينية. هذا واستشهد شاب فلسطيني برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس. هذا ونفذ جيش الاحتلال غارات كثيفة على حي الزيتون في مدينة غزة شمالي القطاع، وسط اندلاع اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال. يأتي ذلك بالتزامن مع تنفيذ جيش الاحتلال قصفا مدفعيا على عدد من المناطق في مدينة حمد السكنية جنوبي قطاع غزة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا محمود بصل المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة. برحب حضرتك سيد محمود معنا. بداية يعني 7 مجازر في قطاع غزة خلال أقل من 24 ساعة، هناك استمرار للعدوان الإسرائيلي، ارتفاع أيضا في عدد الشهداء. سيد محمود، كيف تبدو قدراتكم، طبيعة عملكم في ظل يعني هذه الظروف الصعبة؟ بماذا تخبرنا؟ نعم، هو الواقع في القطاع يزداد سوءا يوما بعد يوم في ظل عمليات القصف المستمرة لمنازل المواطنين المأهولة بالسكان هنا في القطاع. الليلة الماضية كانت ليلة دامية على قطاع غزة، حيث عمليات استهداف أكثر من 12 منزل يحتوي على سكان داخل القطاع، وتركزت عمليات القصف في منطقة الوسطى، حيث عائلة مكونة من أكثر
من 36 مواطن استشهدوا في هذا الاستهداف، وأيضا في مناطق الشمالية من القطاع كان هناك استهداف عدد من المنازل في وقت الإفطار وفي وقت السحور أيضا. هناك تعمد واضح حقيقة منذ بداية شهر رمضان في يعني تركيز عمليات القصف في وقت الإفطار وفي وقت السحور، وهذا الاستهداف سيد محمود هل تسمعوني؟ طيب سيد محمود يبدو أنه انقطع الاتصال طبعا نظرا لطبيعة الظروف في قطاع غزة. بشكرك شكرا جزيلا محمود بصل المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة. دوت صفارات الإنذار في مستوطنة نحي العوز بغلاف قطاع غزة، يأتي ذلك بتزامن مع تأكيد وسائل إعلام إسرائيلية أن إطلاق صافرات الإنذار جاء بعد إطلاق الفصائل لعدد من الصواريخ تجاه المستوطنة الإسرائيلية. كشفت وكالة الأونروا عن أن واحدا من كل ثلاثة أطفال تحت سن العامين في شمال غزة يعاني من سوء تغذية حادة، وأضافت أن سوء التغذية لدى الأطفال ينتشر بسرعة ويصل إلى مستويات غير مسبوقة. وحذرت من أن المجاعة تلوح في الأفق، لافتة إلى أنه ليس هناك مجال لتضييع الوقت لاحتواء هذه الأزمة، كما كانت الأونروا أشارت سابقا إلى أن الجوع منتشر في كل مكان في القطاع المكتظ بالسكان، وصفة الوضع في الشمال بالمأساوي. من جانبه أكدت القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في أونروا إناس حمدان في غزة أن إرسال المساعدات برا هي الطريقة الأكثر فاعلية لإغاثة سكان القطاع، ووصفت عبر القاهرة الإخبارية الأوضاع الإنسانية بغزة بالكارثية. بالنسبة لنا نحن كل جهد يسهم في تخفيف المعاناة في مناطق قطاع غزة وخصوصا مناطق غزة والشمال، يعني هو جهد إيجابي ومرحب به، ولكن تظل طرق إرسال المساعدات برا عبر المعابر التي تقود في قطاع غزة هي الطرق الأكثر سهولة والأكثر فعالية والأسرع، لأنه يعني نحن نتحدث عن أعداد كبيرة من النازحين في مناطق قطاع غزة، نتحدث عن يعني أزمة حقيقية ومجاعة تتكثف في مناطق الشمال وغزة، أعداد كبيرة بانتظار كميات كبيرة أيضا من المساعدات، بالتالي إرسال المساعدات عبر القوافل برا ومن خلال المعابر الأمريكية تعد الطرق الأفضل والأكثر فعالية. أفرغت سفينة المساعدات أوبن آرمز القادمة من قبرص كامل حمولتها في قطاع غزة، وأنزلت السفينة نحو 200 طن من المساعدات الغذائية في القطاع سعيا للتخفيف من معاناة سكان القطاع. وذكر مسؤولون أن السلطات القبرصية فحصت شحنات المساعدات بمشاركة من الجانب الإسرائيلي تجنبا لعمليات التفتيش الأمنية في جهات التفريغ. رحبت مصر بكل جهد يستهدف تخفيف المعاناة الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، يأتي ذلك مع وصول أول سفينة مساعدات عبر الممر البحري إلى القطاع. وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد على أن مصر تواصل بذل كافة الجهود من أجل تعزيز إنفاذ المساعدات الملحة للقطاع من خلال معبر رفح وعبر الإنزال الجوي، مطالبا إسرائيل بإزالة العوائق والقيود التي تضعها أمام عملية دخول المساعدات عبر المنافذ البرية، كما دعا إلى تشغيل باقي المعابر لإدخال المزيد من المساعدات لتجنب تفاقم الوضع الإنساني في غزة. في الأثناء وصف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل المساعدات الإنسانية التي وصلت غزة عن طريق البحر بأنها بصيص أمل في الأوقات المظلمة، وطالب بوريل بإيصال المساعدات إلى غزة بكل الوسائل الممكنة خاصة عن طريق البر منعا لانتشار المجاعة في القطاع المحاصر.
أكد الأمين العام للاتحاد الدولي للصليب الأحمر أن الوضع الصحي في قطاع غزة على شفا الانهيار، كما أشار الأمين العام للاتحاد الدولي للصليب الدولي إلى أن الوضع الإنساني في القطاع أكثر من كارثي، والمدنيون يواجهون معاناة غير مسبوقة، خاصة في ظل تصاعد أزمة الغذاء بشكل شديد الخطورة. تصريحات مثيرة للقلق أطلقها مسؤول صندوق الأمم المتحدة للسكان في فلسطين دومينيك آلن بشأن الأوضاع المأساوية التي تعيشها الأمهات والأطفال حديث الولادة في قطاع غزة. وقال المسؤول الأممي أنه لم يعد هناك مواليد بحجم طبيعي في غزة في ظل ما تعانيه 180 امرأة يلدن يوميا في القطاع من الجوع والجفاف. أرواح لم تتعرف على الحياة بعد، كانت رحلتها قصيرة ولكنها قاسية جدا، وكأن الدنيا أغلقت أبوابها في وجوههم لتخبرهم بجبروتها المعتاد أنه لا مكان لهم على تلك الأرض التي سرق الاحتلال براءتها وطارد كالمارد مستقبلها وأحلام أهلها. أطفال غزة ولا سيما حديث الولادة يواجهن الموت المؤكد بشتى الطرق، فالناجون من القصف يموتون إما على سرائر المستشفيات التي حطمها الاحتلال، أو ربما داخل إحدى الحضانات التي نفد منها الأكسجين أو الوقود أو الكهرباء. كل الطرق تؤدي إلى نهاية مؤكدة لمستقبل غزة الصغيرة، فأكثر من 180 امرأة غزية يلدن يومياً في ظل ظروف الجوع والجفاف والأمراض المتعددة بحسب ما أكده صندوق الأمم المتحدة للسكان. لقد أبلغنا الأطباء أنهم لم يعودوا يرون طفلا ذا حجم طبيعي، لكن ما يرونه وبشكل مأساوي المزيد من وفيات الأطفال حديث الولادة والتي تنجم جزئيا عن سوء التغذية والجفاف والمضاعفات. الصندوق حذر من أن أكثر من 650 ألفا من الإناث في سن الإنجاب في غزة ومليون امرأة وفتاة يسكن القطاع بصفة عامة يقفن جميعهن على باب الموت، إذ يأكل المرض والجوع أجسادهن. حري بالأمهات أن يحضن أطفالهن بين أذرعهن وليس في أكياس الجثث. هكذا وصف الصندوق الأممي الأوضاع الكارثية التي تعانيها الأمهات في قطاع غزة ورحلة الفراق الحتمي والعذاب الطويل الذي يواجهه الأطفال حديث الولادة، ليس لشيء سوى لكونهم ولدوا على أرض تخوض معارك شرسة في مواجهة عدوان غاشم يستهدف مستقبلا في صورة أطفالهم. أعلنت محكمة العدل الدولية عقد جلسات استماع يومية في 8 و9 من إبريل المقبل للنظر في دعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا بشأن تقديم الأخيرة مساعدات عسكرية لإسرائيل ووقف تمويلها لوكالة الأونروا. وفي وقت سابق من الشهر الجاري طلبت نيكاراغوا من محكمة العدل إصدار أوامر طارئة تلزم برلين بوقف المساعدات العسكرية إلى تل أبيب وإلغاء قرارها بوقف تمويل الأونروا. وأكدت أن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب. أقام الكنديون وقفة احتجاجية واتهموا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بدعم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. كما طلب عدد من المشاركين في الوقفة بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل ووقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة. لا يزال جرح قطاع غزة الغائرة ينزف في قلوب المتعاطفين معه حول العالم، ومن بينها كندا التي احتشد فيها عشرات المتظاهرين واتهموا رئيس الوزراء جاستن ترودو بدعم الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق الفلسطينيين من خلال استمرار بلادهم في إرسال أسلحة مختلفة إلى تل أبيب. بالنسبة لشعب فلسطين وغزة ورفح،
فإنهم يقتلون بالرصاص جواً وبراً ومن أي مكان. ولهذا السبب نحن هنا لنقول جاستن ترودو أنت متواطئ في الإبادة الجماعية المستمرة في رفح بغزة. وتجمع المتظاهرون وهم يحملون الأعلام الفلسطينية ورددوا الهتافات الجماعية الداعمة للشعب الفلسطيني لتوجيه رسالة إلى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أثناء حضور احتفالية يقوم خلالها بجمع التبرعات للأعمال الخيرية. يعتقد رئيس الوزراء أنه من المناسب استضافة حدث لجمع التبرعات بينما تواصل حكومته إرسال الأسلحة إلى إسرائيل في الشهر السادس من مذابحها المستمرة في غزة. ويرى المتظاهرون الكنديون أن بلادهم يجب أن تتخذ موقفاً حازماً أمام الاحتلال الإسرائيلي وتطالبه بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، خاصة في أعقاب موافقة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على هجوم عسكري محتمل في مدينة رفح الفلسطينية. أفادت وكالة رويترز الأنباء أن محادثات وقف إطلاق النار في غزة سيتم استئنافها غدا في الدوحة بمشاركة رئيس وزراء قطر ومسؤولين مصريين ورئيس الموساد. وأوضحت رويترز أن المحادثات ستركز على الفجوات المتبقية بين إسرائيل وحركة حماس. والآن نتحول إلى التطورات في الضفة الغربية. فجأة ما سمعنا الصاروخ طلع، شفنا أشلاء، فإجأ الثاني بده يسع فضربه. الاحتلال الإسرائيلي مجرم بتهمة التجويع، كلهم فدى القدس. قاموا بتغريب الأهالي واعتقالات، وقاموا يعني بالطعام بعد البيوت. بصير اقتحامات للمستوطنين، بصير ضرب حجار، تكسير سيارات. أصف الشاهد بدمه. أفادت مراسلتنا باستشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال بمدينة الخليل في الضفة الغربية. وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن جيش الاحتلال أطلق النار على فلسطيني في المدينة ما أدى إلى استشهاده، كما كثف أيضا جيش الاحتلال من تواجده في المدينة للقيام بأعمال البحث والتمشيط. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية، وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال دخلت المدينة مدعومة بعدة آليات وتمركزت في وسطها وفي حي النقار، كما داهمت عدة منازل. وأشارت إلى أن الاحتلال نشر قناصة في مواقع بالمدينة وسط مواجهات مع فلسطينيين دون الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات. وفي نابلس انسحبت قوات الاحتلال من المدينة بعد اعتقالها شابين اثنين، كما كانت قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من الجهة الغربية مدعومة ب 25 آلية عسكرية. وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن قوات الاحتلال داهمت عمارة في شارع فيصل بنابلس. من جانبها قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 7605 مواطن من الضفة الغربية منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي. وفي بيان لها أوضحت الهيئة أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط فضلا عمن احتجزوا كرهائن، مضيفة أن قوات الاحتلال لا تزال تواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال واعتداءات بالضرب المبرح وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين. والآن إلى تطورات الأوضاع في لبنان. We'll be right back.
أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن جيش الاحتلال نفذ عدة غارات جوية استهدفت بلدات طير حرفة ومروحين وجبل بلاط ووادي حامول جنوبية لبنان. هذا وأكد جيش الاحتلال في بيانه قصف بنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقة اللبونة جنوبية لبنان. هذا وأفادت وسائل الإعلام اللبنانية بأن حزب الله أطلق صاروخاً من جنوب لبنان تجاه موقع لجيش الاحتلال في منطقة الجليل الأعلى. يأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق صفارات الإنذار في عدد من المستوطنات الحدودية بين البلدين. والآن إلى تطورات الأوضاع في البحر الأحمر. ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن الحوثيين أطلقوا 3 صواريخ باليستية مضادة للسفن تجاه البحر الأحمر. وفي بيانها أوضحت القيادة المركزية أن الهجوم لم يسفر عن وقوع أي إصابات أو أضرار في السفن الأمريكية أو في السفن التجارية. أفادت شركة أمبر البريطانية للأمن البحري بأن المسلحين الذين اختطفوا سفينة الشحن روين والتي ترفع علم مالطا قبالة سواحل الصومال فتحوا النار على سفينة تابعة للبحرية الهندية في المياه الدولية. من جانبه أوضح المتحدث باسم البحرية الهندية أن قوات البحرية الهندية حاولت اعتراض السفينة وطالبت القراصنة الصوماليين على متنها بالاستسلام وإطلاق سراح أي مدنيين قد يكونوا محتجزين لديهم، لكنهم ردوا بإطلاق النار. مع تصاعد حدة الأحداث في الشرق الأوسط خاصة الهجمات الحوثية على السفن الأمريكية والإسرائيلية في البحر الأحمر، تم الكشف عن لجوء واشنطن للدبلوماسية لمنع اتساع رقعة الصراع. وبالتزامن مع الردع العسكري كشفت صحيفة نيويورك تايمز لجوء واشنطن لمحادثات سرية مع طهران في محاولة لمنع التهديدات الحوثية وعدم مهاجمة قواعدها العسكرية بالمنطقة. تصعيد غير مسبوق لم تشهده منطقة الشرق الأوسط منذ عقود، بدأ مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة نتج عنه توترات عديدة خاصة الملاحة بالبحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين على السفن الأمريكية والإسرائيلية. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية كشفت عن لجوء الولايات المتحدة إلى محادثات غير مباشرة مع إيران في سلطنة عمان خلال يناير الماضي لكبح هجمات الجماعات الموالية لطهران. الصحيفة كشفت عن أن مستشار البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط برايت ماكاغور قاد المحادثات مع مسؤولين إيرانيين برئاسة نائب وزير الخارجية علي باقري. نيويورك تايمز أوضحت أن المحادثات السرية بحثت تهديد الحوثيين للشحن البحري بالبحر الأحمر وضرب قواعد أمريكية من عناصر تدعمها إيران، وطلبت واشنطن خلالها من طهران وقف عمليات ما أسمتها بوكلائها في المنطقة، بينما دعت طهران إدارة بايدن إلى العمل على التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة أولاً. المحادثات امتدت إلى قضايا أخرى عالقة بين البلدين وخاصة الملف النووي الإيراني، حيث عبرت واشنطن عن مخاوفها من توسيع هذا البرنامج الذي كان محور التوتر في العلاقات بينهما على مدار عقود.
هذه الخطوة أظهرت أن الولايات المتحدة تعمل على مسارين في محاولة لاحتواء التصعيد بالمنطقة وخاصة في البحر الأحمر، الأول عسكري بتوجيه ضربات للحوثيين والثاني دبلوماسي بفتح قنوات اتصال مع طهران، سعياً لوقف اتساع رقعة الصراع الذي بدأته إسرائيل بعدوانها على غزة. بالعودة إلى قطاع غزة، نفذت القوات الجوية المصرية بالتعاون مع نظيرتها دولة الإمارات أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على شمال قطاع غزة. يأتي ذلك بالتزامن مع تنفيذ عدد من الطلعات الجوية اليومية لمواصلة أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة بالتعاون مع الأردن وعدد من الدول الصديقة المشاركة بالتحالف الدولي للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف المعيشية الراهنة. هذه النشرة لا تزال مستمرة ولكن بعد فصل قصير. موسكو تعلن عن هجمات بمسيرات أوكرانية على أهداف مدنية ونفطية. أهلا بكم. وصل رئيس مجلس السيادة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى مدينة شندي في ولاية نهر النيل. زيارة البرهان تأتي في إطار الجولات التي ينفذها لتفقد القوات والوقوف على آخر الاستعدادات وتطورات العمليات ضد ميليشيات الدعم السريع. أفاد مراسلنا بأن الجيش السوداني قرر إزالة الارتكازات الأمنية من مدينة أم درمان بعد بسط كامل سيطرته على أم درمان القديمة. وكان الجيش السوداني قد أعلن السيطرة على أم درمان وتكبيد ميليشيات الدعم السريع خسائر فادحة في القوات والمعدات. حذرت الأمم المتحدة من أن 5 ملايين سوداني قد يواجهون في غضون بضعة أشهر انعدام أمن غذائي كارثي بسبب الأوضاع التي تعيشها السودان. وتواجه المساعدة الإنسانية صعوبة بالغة في الوصول إلى أقليم دارفور الذي يتواجد به عدد كبير من السودانيين. لا تزال الأوضاع الإنسانية في السودان تتراجع بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد منذ ما يقرب من عام، وهو ما جعل المنظمات الأممية تحذر من الأسوأ. منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث أفاد في مذكرة قدمت إلى مجلس الأمن الدولي بأنه من دون مساعدات إنسانية عاجلة ووصول للمنتجات الأساسية فإن ما يقرب من 5 ملايين سوداني يعانون بالفعل من حالة طوارئ غذائية يمكن أن ينزلقوا إلى انعدام أمن غذائي كارثي في بعض أنحاء البلاد خلال الأشهر المقبلة. جريفيث حذر في مذكرته من أن أناساً مصنفين في المرحلة الرابعة من الأمن الغذائي في غرب دارفور ووسطها سينتقلون إلى المرحلة الخامسة أي المجاعة حسب مقياس وكالات الأمم المتحدة لحالات انعدام الأمن الغذائي الذي يضم 5 مراحل أقصاها المجاعة.
وأشارت تقارير أممية إلى أن ما يقرب من 18 مليون سوداني يعانون من انعدام أمن غذائي خطير، وهو رقم قياسي خلال فترة الحصاد، ويزيد بمقدار 10 ملايين مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ولم ينجو الأطفال مما يعانيه البلد الذي وصف سابقاً بأنه سلة غذاء أفريقيا، فطبقاً لتقرير منظمة اليونيسف هناك 14 مليون طفل بحاجة إلى مساعدات إنسانية. ومع استمرار المواجهات بين الجيش وميليشيا الدعم السريع في عدد من المحاور وخاصة المدن التي حولتها الميليشيا لساحة اقتتال، يبدو أن الأزمة الإنسانية ستكون مستعصية على الحل في الوقت القريب. نتحول الآن إلى ملف الانتخابات الرئاسية الروسية. свыше 2000 километров. Единение. Вот, по-прежнему. Но мы помним. Специально тем, чтобы... لليوم الثاني على التوالي يدلي الناخبون الروس بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وذكرت لجنة الانتخابات المركزية أن نسبة إقبال الناخبين في اليوم الأول بلغت نحو 60% مع الأخذ بالاعتبار التصويت الإلكتروني. هذا وأشارت وسائل الإعلام الروسية إلى أن الرئيس الحالي فلاديمير بوتين يتصدر استطلاعات الرأي، حيث تبلغ نسبة التأييد له وفقا لمركز ليفادا 86% بعد أن كانت 71% قبل بدء الحرب مع أوكرانيا. مزيد من المعلومات إذن ينضم إلي الزميل حسين مشيك مراسل القارة الإخبارية من العاصمة الروسية موسكو. حسين أهلا بك، كنت قبل نحو ساعة من الآن تتحدث عن أن 40% هم من شاركوا في الانتخابات حتى تلك الساعة، الآن ربما نتحدث عن قرابة 60%، كيف تبدو نسبة الإقبال على لجان الانتخابات سواء إلكترونيا أو حتى بالذهاب إلى مراكز اللجان؟ همام، في آخر تحديث للجنة الانتخابات الروسية منذ قليل أكدت على أن نسبة الذين شاركوا في الانتخابات الرئاسية الروسية حتى هذه اللحظة بلغ 52% بأخذ بالاعتبار التصويت الإلكتروني. كما أيضا أشارت اللجنة إلى أنها موقعها الإلكتروني تعرض إلى 14,000 هجمة سيبرانية منذ بدء الانتخابات الرئاسية، 141 هجمة منهم كانت شديدة الخطورة على الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات الروسية. أيضا أكدت اللجنة على أنه في 29 مركز اقتراع تم تسجيل بعض الهجمات التخريبية أو الأحداث التخريبية داخل المرافق، لكنها أكدت في المقابل على أن لم يتوقف أي مركز عن العمل، إنما رجال الأمن المتواجدين داخل المركز عملوا على إبطال المفعول الذي كانت تريده بعض الجماعات إن كانت مدعومة من أوكرانيا أو إن كانت معارضة للانتخابات الرئاسية الروسية. حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن إقفال أي من مراكز الاقتراع داخل الأراضي الروسية. أيضا في المقاطعات التي تم ضمها إلى الأراضي الروسية نسبة المشاركة كبيرة جدا حسب لجنة الانتخابات الروسية، فالنسبة في تلك المقاطعات تجاوزت 50%، وهذا يعود إلى سببين. السبب الأول هو الانتخابات المبكرة التي شاركت فيها هذه المقاطعات، إضافة أيضا إلى الصناديق الجوالة التي اهتمت القيادة الروسية بهذا العمل، حيث منذ 10 مارس الجاري كانت لجان تابعة للجنة الانتخابات الروسية تذهب إلى منازل بعض الذين كانوا قد قدموا مسبقا أعذار عن عدم قدرتهم المجيء إلى مراكز الاقتراع التي افتتحتها لجنة الانتخابات الروسية. أيضا في التطور والسياق نفسه همام، هناك قصف أوكراني متواصل على
مدينة بلغراد الروسية، حيث أعلن حكم المدينة عن مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 20 شخصا حتى هذه اللحظة نتيجة القصف الأوكراني. وفي مقاطعة زاباروجي أيضا طالت نصيبها من القصف الأوكراني، حيث قامت مسيرة أوكرانية بإطلاق صاروخ على أحد مراكز الاقتراع في محافظة في مقاطعة زاباروجي، لكن لجنة الانتخابات المحلية لمقاطعة زاباروجي أكدت على عدم وجود إصابات نتيجة الهجوم الأوكراني بمسيرة على مركز الاقتراع. وفي خيرسون وتحديدا في منطقة كاخوفكا ضواحي خيرسون أيضا قتل 2 وأيضا أصيب أكثر من 3 نتيجة أيضا الهجوم الأوكراني بالصواريخ على مراكز الاقتراع. إذن كما أكد يوم أمس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، القوات الأوكرانية تعمل من خلال هجماتها على إثارة الذعر لدى المجتمع الروسي، وأيضا تعمل على إلغاء الانتخابات الرئاسية، لكن على ما يبدو من خلال بيانات لجنة الانتخابات الروسية وأيضا من خلال التعزيزات الأمنية فإن هذا المرجو من قبل القوات الأوكرانية لن يتم تحقيقه. شكرا جزيلا حسين مشيك مراسل القناة الأخبارية من العاصمة الروسية موسكو. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن واشنطن قامت بإعداد حزمة من المعلومات المضللة لنشرها قبل وخلال الانتخابات الرئاسية الروسية في محاولة للتأثير على سير الانتخابات. كما أضافت زخاروفا أن واشنطن تستخدم القرصنة الإلكترونية للتأثير على سير التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية. هذا وكان حزب روسيا المتحدة الحاكم قد أعلن أنه يواجه هجوما إلكترونيا واسعا النطاق يعرقل استخدام الانترنت ويستهدف خدماته، مضيفا أنه علق الخدمات غير الأساسية لصد الهجوم. هذا وانطلقت في روسيا عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية صباح أمس، ويتوقع أن تسفر الانتخابات عن فوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بولاية جديدة في وقت تكثف فيه أوكرانيا من هجماتها عبر الحدود. ويتنافس 4 مرشحين في الانتخابات الرئاسية الروسية، ويعد بوتين الذي يتولى السلطة منذ أكثر من 2 من الزمن المرشح الأوفر حظا للفوز. المزيد مع الزميل ياسر رشدي. يذهب مواطن روسيا الدولة الأكبر في العالم من حيث المساحة إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس الجمهورية، ويتألف الاتحاد الروسي من 89 كيانا فيدراليا يتنوع ما بين جمهوريات وأقاليم ومناطق ومدن، ويقدر تعداده السكاني بما يزيد قليلا عن 146 مليون نسمة، وذلك وفق البيانات الأولية الصادرة عن المصلحة الفيدرالية الروسية للإحصاء الحكومي في الأول من يناير الماضي. في التالي نستعرض معكم مشاهدينا الكرام أبرز البيانات المتعلقة بناخبي روسيا. وفق بيانات لجنة الانتخابات المركزية الروسية، فإن عدد المواطنين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات اعتبارا من الأول من يناير العام 2024 يوجد أكثر من 112 مليون ناخب داخل البلاد وقرابة 2 مليون ناخب خارج روسيا. تجرى الانتخابات الرئاسية الروسية للمرة الأولى بمشاركة قاطني الأقاليم المنضمة حديثا للاتحاد الروسي، ووفق بيانات اللجنة المركزية للاتحاد الروسي يقدر عدد ناخبي جمهورية دونيسك الشعبية بقرابة 2 مليون ناخب، أكثر من 1,600,000 ناخب في جمهورية لوغانسك الشعبية، وأكثر من 470,000 ناخب في زابوريجيا، بينما يقترب عدد الناخبين في خرسون من 470,000. سيكون التصويت الإلكتروني عن بعد متاحا عبر 28 منطقة روسية عبر منصة خصصتها اللجنة المركزية للانتخابات لإتاحة فرصة التصويت عبر الإنترنت. ووفق التقديرات الأولية للجنة، فإن هذه المنصة تتيح إمكانية التصويت عبر الإنترنت لنحو 38 مليون ناخب.
تعمل مراكز الاقتراع على مدار الثلاثة الأيام من الجمعة 15 مارس إلى 17 مارس من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 8 مساء. يستطيع الناخب العثور على مقر لجنة الانتخابات في منطقته باستخدام موقع اللجنة المركزية للانتخابات. تتيح اللجنة إمكانية تغيير محل الاقتراع، وذلك من خلال تسجيل طلب عبر بوابة خدمات الدولة، كما أن اللجنة تتيح إمكانية التصويت من المنزل لهؤلاء الذين لا يستطيعون التوجه إلى مراكز الاقتراع بسبب مرض أو إعاقة أو الحاجة لرعاية أحد الأقارب. كما تم تنظيم نحو 281 مركز اقتراع عبر 144 دولة، مع ملاحظة أن هذا الرقم ليس نهائيا. يبدأ فرز الأصوات فور انتهاء الانتخابات، إذ يجب على أعضاء لجان الانتخابات المحلية إعلان النتائج في موعد أقصاه 19 مارس، على أن تعلنها اللجان الانتخابية للكيانات المكونة للاتحاد الروسي في موعد أقصاه 21 مارس. ويجب أن تحدد لجنة الانتخابات المركزية، وهذا هو الأمر المهم، يجب أن تحدد النتائج النهائية للانتخابات بحلول 28 من شهر مارس. وفي حالة لم يحصل أي مرشح على نسبة تفوق 50% من الأصوات اللازمة لنجاحه، فإن اللجنة المركزية ستقوم بتحديد موعد لجولة ثانية يشارك فيها المرشحان الحاصلان على أكبر عدد من الأصوات. هذا وألقت الحرب في أوكرانيا بظلالها على الانتخابات الروسية، وانعكست بشكل كبير على شعبية الرئيس الحالي فلاديمير بوتين. وعبر معظم الروس عن تأييدهم لقرارات الرئيس الروسي الخاصة بشن العمليات العسكرية في أوكرانيا. بعد مرور عامين على الحرب الروسية الأوكرانية، يجد المجتمع الروسي نفسه بصدد استقبال عام جديد ستكون الانتخابات الرئاسية المقبلة أحد أهم أركانه. ويبدو أن الصراع الروسي الأوكراني قد ترك آثاراً يراها خبراء إيجابية على شعبية الرئيس فلاديمير بوتين ومستقبله في الحكم. ففي أواخر العام الماضي أعلن مركز ليفادا لاستطلاعات الرأي عن أن 65% من الروس يعتقدون أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون نزيهة، وأن نسبة 66% من المشاركين في الاستطلاع قد عبروا عن اعتزامهم المشاركة في التصويت، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تعتبر هي النتيجة الأكبر بالمقارنة مع نتائج استطلاعات رأي أجريت في الانتخابات الرئاسية السابقة. ورداً على سؤال حول الشخص الذي ينوي الروس التصويت له في الانتخابات المقبلة، حصل بوتين على 58%. وفي سياق موازن، نشر مركز عموم روسيا لاستطلاعات الرأي التابع للدولة في يناير 2024 أن هناك 77.5% من المواطنين عبروا عن موافقتهم على مواقف وقرارات الرئيس بوتين، وأيد نحو 52% من المواطنين رئيس الوزراء الروسي والأداء الحكومي بوجه عام، فيما عبر 80.3% من المشاركين في الاستطلاع عن ثقتهم في الرئيس فلاديمير بوتين. وبينما العالم على صفيح ساخن وسط المعاناة التي تسببت بها الحروب والنزاعات العسكرية المختلفة وتبعاتها على بقية مناطق العالم، تشير الاستطلاعات الروسية الرسمية إلى أن مواطني روسيا ينظرون بتفاؤل وحماس إلى مستقبلهم في العام الجديد. فوفق ما أورده مركز عموم روسيا التابع للدولة في استطلاعه، يعتقد 63% من الروس أن العام الجديد سيكون ناجحاً وسعيداً بالنسبة لروسيا، إذ يتوقع 45% من المشاركين أن العام الجاري سيشهد نهاية العملية العسكرية في أوكرانيا، ويتوقع 13% منهم
حدوث نمو اقتصادي تصاحبه ارتفاعات في مستوى المعيشة. نتحول الآن إلى آخر تطورات الأوضاع في أوكرانيا. Ukraine's future is in NATO. Counting on us. Защитим и наш народ. Слава Украине! ارتفعت حصيلة قتلى الهجوم الصاروخي الذي نفذته روسيا ضد مدينة أوديسا الأوكرانية إلى 21 قتيلا. وأضافت الداخلية الأوكرانية أن أحد موظفي خدمة الطوارئ كان قد أصيب في الهجوم الروسي، توفي اليوم متأثرا بجراحه، موضحة أن أكثر من 70 شخصا أصيبوا، بعضهم في حالة خطيرة. أفاد مراسلنا بأن سلطات مقاطعة بلغرود الروسية أعلنت مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين جراء قصف أوكراني استهدف سيارة بالمقاطعة. هذا وكان حاكم مقاطعة بلغرود أكد في وقت سابق استهدف سيارة فجر اليوم بطائرة مسيرة، ما أسفر عن وقوع 5 إصابات. من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرتين أوكرانيتين و8 صواريخ فوق مقاطعة بلغرود. قال محافظ البنك المركزي الفرنسي أن معدل التضخم في بلاده ليس بعيدا عن المستوى المستهدف للبنك المركزي الأوروبي والبالغ 2%. ورجح المحافظ أن يستجيب البنك المركزي الأوروبي لتراجع التضخم ويخفض الفائدة في الربيع. وبلغ معدل التضخم في فرنسا في فبراير 3% على أساس سنوي، لكن لا تزال أسعار المواد الغذائية ترتفع وإن كان بمعدل أبطأ مما كانت عليه. في غضون ذلك، دعا مدير الإدارة الأوروبية في صندوق النقد الدولي ألفريد كامر البنوك المركزية الأوروبية لعدم التعجل في خفض أسعار الفائدة. كما أوضح كامر أن معدل التضخم ينخفض بشكل أبطأ في الاقتصادات الأوروبية الناشئة مقارنة بالدول الأخرى في القارة، ذلك لتخفيض أسعار الفائدة قبل الأوان يهدد بانتعاش التضخم. رياضيا، تنطلق اليوم الجولة 29 من الدوري الإنجليزي بثلاث مباريات، حيث يلتقي بيرلي مع ضيف برنتفورد، ويواجه فريق لوتون تاون ضيف نوتنغهام فورست، ويحل توتنهام ضيفا على فولام. يواصل حامل لقب مانشستر سيتي سعيه للدفاع عن ثلاثية الموسم الماضي عندما يواجه نيوكاسل في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وهي المسابقة التي لم يفوز بها مرتين على الإطلاق في تاريخهم. السيتي حافظ على أمله في الفوز بلقب البريمير ليج للمرة الرابعة على التوالي بشكل غير مسبوق بعد تعادله 1-1 مع ليفربول الأسبوع الماضي. أما على الجانب الآخر، فتعرض فريق إيدي هاو للهزيمة 12 في الدوري هذا الموسم، فبعد خروجه من سباق الدوري وإقصائه من أوروبا، ينظر نيوكاسل إلى هذه البطولة على أنها فرصته الوحيدة لإنقاذ الموسم. We'll be right back.
إلى هنا تنتهي هذه النشرة، وهذه تذكرة بأبرز عناوينها. 63 شهيدا في 7 مجازر الاحتلال في قطاع غزة خلال 24 ساعة. الصليب الأحمر يؤكد أن الوضع الصحي في قطاع غزة على شفا الانهيار، وأن أزمة الغذاء تتصاعد بشكل شديد الخطورة. في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية الروسية، نسبة التصويت تقارب 60% عند منتصف اليوم وفقا للإحصاءات الرسمية. انتهت هذه النشرة، شكرا لحسن المتابعة. شكرا للأسف، شكرا وصول حضراتكم على طيب المتابعة، ألقاكم على رأس الساعة.